شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالنسبه لنا احنا المسد، احنا كاب راجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، صباحكم زي الفل، يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. انتوا عارفين احنا فين؟ قلعة قايتباي هم ورا مني طبعا. ده المصيف ده اللي هو ورا القلعة، ده مدق جديد بيتعمل. انا جيت هنا من حوالي ساعة كده قبل الصلاة النهاردة طبعا الجمعة، قعدت على الرصيف ده. ده اخواتنا الرصيف اللي انا قلت لكم عليه من شويه، زي ما انتم شايفينه دي بدايته اهي. ونهايته اهي زي ما انتم شايفين. الصيد هنا يا جماعه مسلي، يعني ممكن بعض وقت تاخد الغدوه بتاعتك، واوقات كتيره طبعا ممكن ما تاخدهاش، ولكن الناس هنا بتستمتع بالقعدة. بيستمتعوا اكتر طبعا لما يبقى معاهم الصنارة، سواء في سمك او مفيش سمك. طبعا الصيادين عارفة الكلام ده. يوم النهاردة يوم تصوير، ما اناش عارف اخبار الصيد معايا ايه. انا لسه هنحاول نطلع هنا دلوقتي ونشوف، اذا ربنا قدرني وعرفت نصور سمك هنصوره. طبعا موضوع الصلبان ده يا جماعه قصه كبيره خالص، يعني قصه كلها شقاء، محتاجه لياقه بدنيه من نوع خاص، محتاجه ناس متمرسه ضاريه على الصلبان وقعده الصلبان ومشي الصلبان. انا النهارده هنجرب معايا اخويا حمدي العربي واخويا محمد اسماعيل قاعد معانا ورا، وانا رحت نصلي، ودلوقتي حمدي العربي قاعد مع ماجد حسن فوق. خليكم معانا يا شباب. طبعا يا جماعه دي اول مخاطر الصبار زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعه اول مخاطر الرحله بتاعتي، معلش انا متسجل عشان الهواء كان مغلش على الصوت، ان طبعا السور اللي انا كنت ماشي جنبه ده اتسلقناه اهوت، وبعد كده بننط على الصبار. امان؟ ايوه بس انت كده في الامان. ماشي خد يابا. ماشي بص بقى تعالى من هنا. زي ما انتم شايفين يا جماعه الصور ده انا لسه بتطور، ده بتاع 6 متر يا جماعه، الموضوع مش سهل خالص. يعني السور اللي انتم شايفينه ده حوالي 6 متر يا جماعه، العرض بتاعه 60 سم بالظبط او 50 سم، حاجه صعبه فعلا. انا جات لي فوبيا والله وانا ماشي على السور ده. قعدت شويه انا كده تحت في الصلبان كده البحر من هنا، وربنا المستعان يا جماعه. الصلبان زي ما انتم شايفين بعيده كده يا جماعه، يعني انا حابب نطلع انا فيها عشان بس تشوفوا المسافه اللي ورا مني ديت كتيره خالص، يعني دي ولا 15 متر. بصراحة صيد الصلبان ده ما يناسب ناس قليلة خالص، والناس دي تكون متعودة عليها. يعني أنا ما ننصحش إن حد يحاول يجرب التجربة ديت إلا إذا كان متعود عليها. محمد صلاح بتاع
ايوه حمو. الله يرزقك يا رب. طبعا دي الوقفه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بصراحه الموضوع مش سهل. طبعا الوقفه يا جماعه مش سهله زي ما انتم شايفين، ده هو تحت منه مثلا كده ايه متر ونص ولا 2 متر، وبين كل صليب والتاني برضه متر ونص ولا حاجه. انا اصلا ما عرفتش نوصل المكان اللي هو فيه ده، انا كنت بنصطاد في اماكن اقرب من كده. غير بقى كده ان هو بيفضل يتنقل طول اليوم من مكان لمكان. ايوه حمدي انت صايع وبتنط على الصلبان. طب ايه رايك، سهل ولا صعب؟ بس صعبه، بس دي موت. الموضوع صعب يا جماعه. بص حمدي فين كده يا جماعه، بص 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 عامله ازاي يا جماعه. استر عليك يا ابني. طبعا حمو بيطعم دلوقتي طعمه البقاليد اسف، ده الرائع الرسمي لبرك الموت. البقاليد اسف طبعا طعمها خشنه وناشفه، ما بيقدرش تلاقي يا جماعه. الله يسهل لك الحال يا رب، الله يجعلها طعم. محمد خياط اهو، ربنا كرمه بضربة. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، الله يعينك يا ابني، ربنا يبارك في رزقك يا رب. رغيش حفر الموت يا جماعه، اقسم بالله ده موت موت. يا رب يا كريم استرها يا رب. قشطه قشطه. حمو طبعا بيعمل الفيديو بتاعه. بصوا يا جماعه شايفين العناء، شايفين العناء اللي هو فيه، يعني هو ربنا يعينه ماسك الموبايل وماسك البوصه الشنطه على كتفه وعمال بيهاجر. والله حاجه صعبه 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 صعبه. ربنا يعينك يا رب. السمكه بتاعته اهي. ايوه حمو، ربنا يعينك يا حمو. والله العظيم بص اقسم بالله انتوا الناس لو تعرف التعب اللي انتوا بتتعبوه ده، هيحط لك بدل اللايك 1000 لايك وشويه عليك كمان اقسم بالله. والله العظيم ورب الكعبه ورب الموضوع يا جماعه مش سهل خالص. الناس دي بتعاني على فكره. ماجد حسن عشان يصور لنا فيديو كويس مضيع تليفونين. يا ماجد حسن
ماجد حسن اهو. والله العظيم يا جماعه بصوا، من الناس دي بتتعب تعب، ده مضيع تليفونين عشان اللقطه اللي هو بيصورها لنا. تخيل انت بقى لما يقف الوقفه دي وعايز يصور عشان يبسطنا، وفي الوقت نفسه تليفونه معاه، شنطته، بوسته، الموضوع مش سهل. ربنا يعينك يا ماجد وربنا يعوض عليه. انا عارف والله، والله الناس لو تعرف الكلام ده المفروض بدل تحط بدل اللايك 10. بجد بجد انتوا تستاهلوا دعم اكتر من كده، ان كان انت ولا حمو، لان احنا بننبسط واحنا بنتفرج عليكم، والصراحه ما بتاخدش حقك. حمدي العربي، ايه رايك في صلبان الموت؟ والله بهدله. بهدله بهدله. ايوه لا 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 لا، الموضوع مش سهل خالص يا جماعه. على فكره يا جماعه برضو الناس اللي هي بتحب تجرب، الناس اللي هي بتحب تجرب الموضوع ده، الموضوع ده ما يناسبش الناس كلها، ده ما يناسبش نص الناس ولا نص الصيادين. يعني اتعورت موحه ولا اتعورت؟ ها اتعورت. ربنا يعينكم يا رب يا جماعه، واصلح حالنا وحالكم، وان شاء الله يومنا جميل بيك ان شاء الله. فيديو حلو سامح وانت معانا واتعورت اسكندريه. ربنا يعزك يا ماجد انت وحمد، وان شاء الله عايزين ان شاء الله. هو كفايه ان احنا معاك والله حبيبي، بس بصراحه ربنا يعينكم على اللي انتوا فيه. كله على الله. على الله حبيبي، على الله، على الله. ان شاء الله ماجد حسن بيجرب لي البوصه، هياخد لي بقى سمكه ان شاء الله. ايوه ابو حسن، شرغوش رفيع ده، صلاه النبي. رفيع ده ابو حسن شكله ولا ايه؟ قول لي الماس. تعالى 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 وخش عليا. اول شرغوش بالسناره دي. شرغوش يعني هو ماجد ايه بيقول على الشرغيش ديت؟ نعمه، هو على البركه يعني كف. بالنسبه لنا احنا المقاسات احنا كف اهو يا جماعه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا هو البقاليط استعمه خشن عليه، فانا ايه قلنا ننزل بالاسماعيلاوي يعني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اول استفتاح ليا ببوستي، بس ماجد حسن اللي ايه اللي مصوره. ايوه ابو حسن، ايوه ابو حسن، شوف واقف ازاي يا جماعه، والله خطا ان شاء الله وباذن الله. احلى بيك ابو حسن. ابو حسن ايه الاخبار؟ ورينا كده يا عم. ان الشراغيش لها ناسها، وناسها هما ماجد وحسن وحمو الخياط. صلاة النبي، اللهم بارك، اللهم بارك. هياكلوا دلوقتي ان شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صغير يا عم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي ماشية يا ماجد بس على البركة يعني. النهارده السمك مش قد كده. حط إيدك كده بس بالله عليك، عشان أنت بتقول صغير الناس هتفكره صغير بجد. يا عم ما شاء الله ده السمكة نص الدراع يا. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. كان نفسي اعمل لكم فيديو على القناه بس التليفون راح. يا عم الحمد لله ان شاء الله كده لما ربنا يكرمنا ونجيب، ربنا يوسع علينا نصور بيها، نعمل لكم احلى فيديوهات. والله يا جماعه ماجد كان جايب تليفون بالقصد والله عشان خاطرنا، عشان خاطر يصور، وراح البحر وفادى الناس يا سامح وفادى كل. يا عم ربنا يعوض علينا وعليك يا رب يا صاحبي. احنا بنحب نمتع الناس كده ونعمل حاجه فيها افاده للناس بدون لوجه الله يعني. ربنا يا عم يجعلها في ميزان حسناتك. ربنا يجعله كده اللي احنا بنقدم معلومه بسيطه لكل الناس. ربنا يعوضك خير يا رب يا ماجد. كل الناس. ربنا يعوضك خير يا صاحبي. تحياتي لاحلى صيادين رحاله. حبيبي يا عم ماجد، حبيبي احلى مسا. النور نورك والله يا كبير والله. طب بعد اذنك بقى انا كده عشان ايه؟ ممكن انا نختم الفيديو بتاعنا كده. بصوا يا جماعه التجربه دي شاقه جدا ومرعبه جدا، خلي بالكم يعني. بس انت لو عندك لياقه بدنيه وقلبك جامد شويه ممكن تتعامل. لما يبقى معاك واحد زي ماجد كده او حمو هيخلوك تتعامل على الصلبان وهتصطاد وتنط. طبعا انا عشان انا مريض اصلا، عندي غضروف، فالحركه بتاعتي قليله، وفي نفس الوقت برضو احنا ما سعناش زيهم يعني. احنا ماسكين كام مرمى كده بننزل عليهم.
نتمنى يا رب ان انا نكون قدرت نقدم لكم تجربه جديده عندنا في قناه سنين رحاله. طبعا دعواتنا الاخ ماجد ربنا يعوض عليه خير حبيبي، وربنا دايما يسترها عليه ويبارك له في رزقه حبيبي اللي هو بياخده من هنا، لان هو فعلا الرزق ده بياخده بشقاء وبعناء. فربنا يبارك لك الرزق يا راجل ماجد. ربنا يخليك. الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى سمكتين مع احلى ماجد حسن. صلاه النبي صلاه النبي، اللهم بارك اللهم بارك. ما تنسوناش بقى في لايك يا جماعه. السلام عليكم.